تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين. اليوم يوم جميل ما شاء الله، البرودة والشمس، وفعلا فعلا روح الشتاء موجودة اليوم من الصبح من أصبحنا، فالحمد لله على نعم الله علينا وهالجو الجميل. نصبح عليكم من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أرحب أول شيء بالطاقم الموجود معي اليوم، مخرج المتألق ناصر السليمي، صبحك الله بالخير يا ناصر. اليوم يوم جميل وباقي من الزمن يومين للخميس، طبعا تعودتوا علي من يبدأ الأحد أنا أبدأ أسوي كاونت داون إلى الخميس الونيس اللي يحبك الحد. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، طبعا محمود لا يزال مسافر في رحلة أدبية، نتريا إن شاء الله يرجع بالسلامة ويعطينا شوية عن رحلة الأدبية، عن أهم الكتب اللي مرت عليه وغيره. فذي اسمعنا محمود، هاي تحية صباحية له من دبي. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 وعلى رسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. يصبحون علينا من الأردن، صباحكم ورد، للأسف ما في مطر ولا شيء في الأردن، ما عليه، إن شاء الله عليكم بالدعاء وإن شاء الله ينزلكم مطر. إحنا ما توقعنا كثير ما شاء الله أمطار، بس ما شاء الله أمطار الخير يتعد الدولة، وفي حتى مناطق الشرقية إلى الآن في عندها بعض الأمطار، فإن شاء الله ليكم جزء من هذا الخير إن شاء الله. طبعا مثل ما تعودتوا كل صباح نبتدي برنامجنا بدراسة جميلة، الهدف منها طبعا ان تعمل فايدة وننشر فيها الوعي. الدراسة اليوم شو تقول؟ الانفلونزا قد تترك تأثيرات خطيرة لاحقة على كبار السن. يحذر الخبراء من خطر الانفلونزا التي قد تزيد من فرصة إصابة كبار السن بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والإعاقة حتى بعد أشهر من التعافي من عدوى الإنفلونزا. يقول الدكتور ويليام شافنز، أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية بكلية الطب بجامعة فاندربالت الأمريكية، نعلم جميعا بأن الإنفلونزا تسبب أعراض مرضية مختلفة في الجسم مثل ارتفاع درجة الحرارة والوهن العام والصداع وألام الجسم، وذلك لأنها تسبب استجابة التهابية معممة في الجسم. ويضيف شافنز، إلا أن ما يجهله الكثيرون هو أن خطر النوبات القلبية يزداد بمعدل 3 إلى 5 أضعاف، ويزداد خطر السكتات الدماغية بمعدل 2 إلى 3 أضعاف، وذلك بعد التعافي من الإنفلونزا بأسبوعين إلى 4 أسابيع. وبحسب شافنز فإن الحد من ذلك الخطر يكون بالوقاية من الإنفلونزا أساسا، وبالتالي منع حدوث الاستجابة الالتهابية المعممة في الجسم. بحسب الإحصائيات الأمريكية فإن إصابة المسنين بالإنفلونزا تعد مسؤولة عن حوالي 50% من حالات التنويم في المشافي بسبب الإنفلونزا، ومسؤولة أيضا عن أكثر من 80% من حالات الوفاة بسبب الإنفلونزا. يقول شافنز، تتوفر حاليا لقاحات ضد الإنفلونزا مصممة خصيصا لكبار السن لأنها تعزز من الاستجابة المناعية عن هذه الفئة من الناس. طبعا هذه دراسة، يعني أنا ما أتوقع أن الناس تحتاج حاليا لدراسة عشان تعرف أهمية الوقاية من الإنفلونزا. وأعتقد الكثير منا قامت توصلنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الفيديوهات القصيرة تتكلم عن مخاطر تطعيم الإنفلونزا، وأنه يضعف المناعة، وأنه مرتبط بالإصابة بعدد من الأمراض منها جيلبرت باري سيندروم. وايد من الناس خافوا وما قالوا ما بياخذون تطعيم الإنفلونزا عشان ما يصابون بهذا المرض. أو شو جوليان باري سيندروم؟ هو ببساطة هو عبارة عن مرض مناعي الجسم يحارب فيه خلايا الأعصاب الموجودة في الجسم، بالتالي يسوي وهن وضعف في العضلات، فهو مرض مناعي. طبعا الأمراض المناعية لها أسباب كثيرة ومعظمها ما في لها سبب محدد، يعني مثلا من أمراض المناعية الروماتيزم، من الأمراض المناعية تصلب اللوح المتعدد. هي أمراض نحاول نكتشف أسبابها ولكن السبب الرئيسي إحنا ما نقدر نوصل له. ولكن ارتباط جوليان باري سيندروم، هذا المرض المناعي اللي يصيب الأعصاب، بالتهاب بتطعيم الإنفلونزا موجود.
طبعا كلنا نعرف ان ما في دواء يخلو من الاعراض الجانبيه، هذه حقيقه الكل يؤيدها سواء كان طبيب او من غير الطاقم الطبي. كل ادويه الاعراض الجانبيه، يعني دائما اعطي مثال بسيط بادويه الالم المشهوره، احنا ناخذها احيانا من البقالات او من الجمعيات او من الصيدليه من غير وصفه طبيه، نحن ناخذها. دائما اقول للمرضى لو انتم فتحتوا الروشتة لداخل البوكس، روشتة الاسم ما حد يقراها، لو شفتوا الروشتة لداخل شو تقول المعلومات اللي تقول عن الأعراض الجانبية لهذه الأدوية، كانت توقع ما حد خذ أدوية الألم، لأن مكتوب فيها ممكن تأثر على الكبد، ممكن تسوي فشل كلوي وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا ذكر الأعراض الجانبية لأي دواء مهما كان هذه من الأمانة الطبية، إحنا ملزومين حتى لما نوصف دواء لأي مريض أنا ملزومة من الأمانة الطبية أن أذكر الأعراض الجانبية، حتى لو كان العرض الجانبي 0.1% يعني احتمال كبير ما يجيله، ولكن من الأمانة الطبية. نفس الشيء في تطعيم الانفلونزا، لو دخلتوا على اي موقع طبي وشفتوا عن تطعيم الانفلونزا بتلاقون نعم هناك ارتباط بين تطعيم الانفلونزا بين الاصابه ببعض الامراض، وواحده منها جيليان بيري سيندروم. ولكن الدراسه شو تقول؟ انا قريت اكثر عن دراسه سووها في امريكا على نطاق واسع، الدراسات كانت تقول ان الزياده في اصابه هذا المرض مع تطعيم الانفلونزا جدا 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 بسيطة، الزيادة في الإصابة جدا جدا بسيطة، تكون 1 إلى 2 زيادة في 1,000,000 شخص تطعم. يعني إذا 1,000,000 شخص خذ تطعيم الإنفلونزا ممكن 1 إلى 2 يصابون بجيليان بيري سيندروم. هذا يعني إحنا من 1,000,000 شخص شوف فرصة أن الواحد ممكن يجي لهذا المرض، طبعا فرص تكون ضئيلة جدا يا جماعة. وفي الطب إحنا دائما نوازن بين الإيجابيات والسلبيات لأي دواء أو لأي علاج، يعني الدراسات اللي أنا قريتها كلها كانت تؤكد على أن إيجابيات تطعيم الإنفلونزا تتعدى بمراحل سلبياته. سلبياته طبعا ما نقول بسلبيات، الاعراض الجانبيه مالته الاشهر طبعا هي الالم، اي حقنه تنعطى لاي مريض الاعراض الجانبيه الاساسيه الالم تكون عندنا، او التورم في مكان الابره، حمى خفيفه احيانا، الم في الجسم احيانا، هاي الاعراض الجانبيه الدارجه اللي ممكن تصيب معظم الناس. ولكن الاعراض الجانبيه النادره موجوده مع كل الادويه. لكن شوف فوائد الانفلونزا، أول فائدة مثل ما ذكرت الدراسة إن ممكن تحمي، أولا تقلل فرص دخول المستشفى لكبار السن، رقم 2 تقلل نسبة الإصابة بالنزلات الرئوية اللي يسمونها النيومونيا أو التهاب ذات الرئة، بعض الناس يعرفونه، اللي يخلي الناس تضطر تنام في المستشفى أو تاخذ مضادات عن طريق الوريد أو تاخذ مضادات حيوية لفترة طويلة. رقم 3 تخفف أعراض الإنفلونزا، بالتالي تخفف من تغيبنا على المدارس عن الأعمال، تساعدنا نمارس حياتنا بشكل أفضل. فنشوف مميزات تطعيم الإنفلونزا، يعني كل هذه المميزات اللي فيها أنا أمتنع أني أخذها عشان ممكن 1 إلى 2 في المليون يصابون بجيليان بيري سيندروم، أعتقد أن هذا تفكير شوي يكون غير منطقي. وطبعا بيقولون ليش الحين طلع هالفيديو مثلا، وليش الناس قالت عنه؟ طبيعي لان الحين هو الموسم الناس تاخذ في تطعيمات الانفلونزا، موسم الانفلونزا بشكل عام، فتلاقي واحد من فتره وفتره يصير يشوف مثلا شو الاعراض الجانبيه له، شو الاشياء الناس ما انتبهوا لها، وتطلع كدراسه. ولكن بعض الناس تحب الثوره والطرشه وتقول ترى حاسبوا ولا تاخذونه ممكن يصيبكم هالمرض، فاحنا ما ننجرف ورا هالاشياء. افضل دائما اقول دائما اسال طبيب الاسره وانت ابحث بنفسك، لا تاخذ من رأي فيديو طرش على وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما احنا دائما نقول كثير معلومات تكون مغلوطة، كثير معلومات تكون مهولة، يعني تكون مثل ما قلت لكم 1 إلى 2 في المليون يقول لك لا والله كثير من الحالات تم اكتشافها ان صابوا بهذا المرض بسبب تطعيم الانفلونزا. فلا ننجرف ونتوكل على الله وناخذ تطعيم الانفلونزا، لان فعلا نحتاجه سنويا ناخذ تطعيم الانفلونزا عشان نخفف عن نفسنا اعراض الانفلونزا. انا الحين راح اطلع فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل راح نناقش باقي فقرات برنامجكم برنامج صحه وسعاده، فانتظرونا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أولا بأرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. أنجزت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد الإدارة الحكومية المرحلة الأولى من برنامجها الطموح بناء القدرات المؤسسية لإدارة المعرفة بهيئة الصحة بدبي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز وتبني هذا التوجه كوسيلة هامة لتعزيز القدرات التنافسية للهيئة في مختلف المجالات. طبعا كلام كبير قلنا عن إدارة المعرفة وعن القدرات التنافسية وغير هذا، عندنا في الاستوديو إن شاء الله الأستاذ خالد الجلاف مدير المشاريع بمكتب المدير
العام ورئيس فريق إدارة المعرفة بهيئة الصحة بدبي. صبح عليك بالخير أستاذ خالد، نورتنا في الاستوديو وإن شاء الله تفهمنا الكلام العود اللي احنا قلناه في مقدمة الفقرة هذه. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. حياك الله. تعطينا أول شيء فكرة شو هالبرنامج، شو يعني برنامج إدارة المعرفة المؤسسية وشو أهدافه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما هو معروف أن هذا العصر هو عصر المعرفة، واليوم الدول التي تمتلك المعرفة هي الدول المتطورة، والمؤسسات التي تمتلك المعرفة هي المؤسسات الأكثر تطورا والأغنى. يعني فكما تحدثنا يعني قبل البرنامج أن أكثر المؤسسات اليوم المدرجة بين أغنى المؤسسات العالمية هي التي تملك قاعدة بيانات ومعارف كبيرة جدا. في القطاع الصحي المعرفة متشعبة وقد تكون يعني متنوعة أكثر من أي قطاع آخر، نظرا لتعدد المرجعيات وتعدد التخصصات الموجودة فيها. ولكن هذه المعارف في القطاع الصحي ربما هي الأكثر، ولكنها أيضا مبعثرة غير متوفرة ربما وقت الحاجة لها أو عدم الوصول لها لعدم وجودها في أماكن معروفة. إدارة المعرفة هو تنظيم المعارف المتوفرة في هذه المؤسسة، سواء كانت المعارف الصريحة أو المعارف الضمنية. لما نتكلم عن المعارف الضمنية هناك كم هائل من المعارف موجودة في ذاكرة الموظفين، وكذلك الأمر بالنسبة للمعارف الصريحة التي توفر الهيئة، سواء كان من أدلة طبية أو البروتوكولات أو الداتا الموجودة فيها. فإدارة المعرفة هو كيفية أن تكون هذه المؤسسة مؤسسة متعلمة وتستطيع أن تحصل على معارفها بسهولة والاستفادة منها للتطوير والتحسين. صحيح. أنت ذكرت لي دكتور أستاذ خالد قبل البرنامج أنه هو مو عبارة عن بس برنامج تدريبي، هو برنامج متواصل وكبير وشاسع، فشو مراحل هالبرنامج وشو الفئة المستهدفة من الموظفين؟ هل أي موظف يقدر يدخل ولازم يكون له مثلا مواصفات أو شهادات معينة؟ مثل ما ذكرت هو مش برنامج تدريبي، إنما التدريب كان لفريق إدارة المعرفة في هيئة. تم تشكيل فريق مكون من 25 موظف، تم اختيارهم من قطاعات مختلفة في الهيئة، القطاعات التي نعتقد أنها هي الأساسية والتي تفيد في برنامج إدارة المعرفة. ولتمكين هذا الفريق وأيضا لأن نكون مواكبين لأحدث النظم والمعايير في برنامج إدارة المعرفة، تم التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبالتحديد مركز الإمارات للمعرفة الحكومية. تواصلنا معهم نظرا لوجود الخبرات الكبيرة جدا لديهم، يعني أنه يقوم فريق الاستشاريين اللي عندهم بالتعاون معنا وأيضا إرشادنا لكيفية تأسيس إدارة معرفة في الهيئة. وبدينا الخطوة الأولى من خلال تقييم ما يسمى مستوى النضج المعرفي في الهيئة، بحيث ان نشوف وين مناطق القصور التي ممكن ان نتحدث عنها. اللي صار ان التقييم هذا كان بناء على معايير عالمية، هي 9 معايير خاصة بجامعة كامبريدج البريطانية، وهذه الجامعة قامت بعملية ايش، عملية من خلال فريق الاستشاريين تقييم الهيئة، وتمخض عن هذا التقييم انه احنا محتاجين عدد من الأنشطة وعدد من الفعاليات حتى نرتقي بالهيئة إلى مستوى المؤسسات المتعلمة المتطورة في مجال المعرفة. أيضا من ضمن البرنامج أن يقوم فريق البرنامج إدارة المعرفة بإعداد 3 برامج إلكترونية معرفية. البرنامج الأول اسمه برنامج الأصول المعرفية، البرنامج الثاني اسمه برنامج المعرفة المكتسبة، البرنامج الثالث اللي هو برنامج المهارات والهوايات. برنامج الأصول المعرفية اللي هو في قطاع الصحة، حضرت الدكتورة لكن ما تعرفين من الموجود في مستشفى دبي ومن الموجود في مستشفى راشد في التخصصات المختلفة، قد تحتاجين أن تتواصلين مع شخص حق الرأي الثاني أو السكند أوبينيون، لكن من هو الشخص الصح؟ طيب حتى في التخصص الصح من هم المرجعيات في هذا التخصص؟ فهذا البرنامج يوفر يعني داتا أو معلومات عن المعارف المتوفرة في التخصصات المختلفة، وبالإمكان التواصل مع الدكتور إلكترونيا أو هاتفيا، وبإمكان جميع موظفي الهيئة الاطلاع على هذه المحادثات المعرفية.
برنامج الآخر اللي هو برنامج المعرفة المكتسبة هو خاص بكل دورات التدريبية التي يعني يدخل إليها موظفي الهيئة. ضروري أنهم يدخلون بعد ما يرجعون من البرنامج التدريبي أنهم يدخلون البرنامج ويحطون آرائهم حول هذا البرنامج، بحيث أن الفائدة المكتسبة لا تكون حبيسة ذاكرة هذا الذي حضر البرنامج، إنما يستفيد منها كافة موظفي الهيئة. أنا أريد أدخل هذا البرنامج التدريبي المرة القادمة أشوف الفيدباك اللي جاء من الموظف اللي حضر قبل، هل يشجع ولا ما يشجع. كذلك الأمر بالنسبة للزيارات الميدانية، مدى الاستفادة منها لابد أن تدخل ضمن هذا البرنامج بحيث أنها تحصر. أيضا بما يتعلق بالمؤتمرات التي يحضرها عشرات الموظفين من هيئة، لابد أيضا أن يكون هناك برنامج يحصر الفائدة التي جنيت. البرنامج الثالث اللي هو المهارات والهوايات، هناك آلاف من المهارات والهوايات بين موظفي الهيئة ولكن ما حد يعرفها، وقد تستفيد منها في أي لحظة. صحيح. قد يستفيد منها، قد يكون واحد هو طبيب ولكن أيضا هو عنده قدرات في الترجمة تحتاج لها مع مريض مثلا يتحدث لغة صعبة، أنت إذا عندك قائمة بيانات اللي يتحدثون هذه اللغة تستطيع أن تستعين بهم في أي لحظة. أيضا فيما يتعلق بمثلا تقنية التصوير، تقنيات أخرى، يعني عند الحاجة موظف غاب أيضا هناك من يقوم بهذا البديل. من ضمن البرنامج أيضا قام فريق العمل بعمل الملامح الرئيسية الآن تقريبا شبه انتهينا منها لاستراتيجية المعرفة في هيئة الصحة، وهذه مبنية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية اللي تتضمن أيضا مجموعة من المشاريع التشغيلية أو الأنشطة التشغيلية لها. يعني طبعا الأعمال كثيرة، لما قلنا المرحلة الأولى، هاي المرحلة الأولى احنا قمنا بوضع اللبنات الرئيسية أو الأساس لإدارة المعرفة، ولكن المعرفة يعني مشوار حياة لا ينتهي، لأن ما دام الإنسان حي المعارف تزيد، المعارف تستمر. أكيد. أستاذ خالد، علم إدارة المعرفة هو نفسه، هل هو علم جديد ولا هو أصلا قديم ولكن الناس يمكن ما كان عنده خلفية وايد عنه، وأهمية تطبيق أو تدريب الناس على مثل هذا العلم في الوقت الحالي الحين مع وجود ما شاء الله عدد هائل من المعارف، وممكن مع وجود حتى قنوات إنه ممكن يتبادر عن خلال المعارف هذه؟ هي هو المعرفة موجودة، لكن الجديد هو برامج إدارة هذه المعرفة، كيفية إنها تدار بشكل، إنها تحفظ بشكل متاح للجميع. تكلمنا أنه المعرفة اليوم أهميتها إنها تكون متاحة بحيث إنها تقلل من المخاطر. اليوم القطاع الصحي محتاج إلى أن تكون المعارف متاحة وصحيحة حتى تقلل من مخاطر عدم وجود المعرفة. صحيح. دائما الأخطاء الطبية تحدث من نقص معرفة. بالضبط. كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى. على سبيل المثال تعلمنا أن نظرا لوجود نقص في المعرفة حصلت كوارث عالمية. مثلا تكلمنا عن حادثة تشيرنوبل بالنسبة للمفاعل النووي، يعني تحدث المدرب الأول للمعرفة لديهم التقينا به في فيينا، يقول السبب الأول لكبر حجم الكارثة هو نقص المعرفة في طرق الوقاية من أخطار والكوارث من المفاعلات النووية. صحيح. نفس الشيء بالنسبة للي حصل في اليابان وغيرها. القطاع الصحي لو لم تكن المعارف متوفرة أو لم تكن متاحة بشكل صحيح قد تؤدي إلى كوارث. لذلك هناك العلم هذا يطور، العلم هذا يحصر، العلم هذا يضع المعرفة متاحة للاستفادة منها على أكمل وجه. صحيح. وأتوقع حتى إدارة المعرفة نفسها ممكن توفر جهد وتوفر حتى المال، لما تكون أنت تعرف من هو المرجع، من هو المرجع، أو أنا عندي المعارف أقدر أوصلها بطريقة صحيحة، بالتالي يوفر جهد ويوفر بعد المال ويوفر الوقت طبعا. أكيد. أستاذ خالد، أنت كلمنا بيكون في مؤتمر جميل عن إدارة المعرفة في القطاع الصحي إن شاء الله في شهر 5، تعطينا فكرة عن هالمؤتمر، متى بيكون، من هم المتحدثين الأساسيين، شو المحاور الأساسية فيه، وشو تتوقعون مخرجات هذا المؤتمر؟ نعم. تقريبا المحاور الرئيسية في هذا المؤتمر هو يعني حول ما تحدثنا عنه قبل قليل، كما قلت انه المعرفة حديثة في كثير من المؤسسات وبالذات في القطاع الصحي. اليوم القطاع الصحي يعتمد اعتماد كبير على المعرفة ولكن لا يعتمد على إدارة المعرفة بشكل صحيح للأسف، فلا بد أن يكون هناك مؤتمر يعطي فكرة عن أهمية المعرفة، أهمية حفظها، خطر تسرب المعلومات أو المعرفة الصحية. فراح تكون المعرفة المؤتمر على يومين بإذن الله تعالى، يتحدث عن
معارف عامة حول إدارة المعرفة، ثم تطبيقات متميزة في إدارة المعرفة في القطاع الصحي من دول متطورة، وإحنا نحاول أن نأتي بتجربتين، واحدة من بريطانيا والثانية من السويد بإذن الله تعالى. الأمر الآخر، الناس كلها بالآن فيما يتعلق بالاعتراف الدولي في القطاع الصحي، علاقة الاعتراف الدولي بإدارة المعرفة. كذلك الأمر سوف يتم تدشين إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر، سوف يتم تدشين بإذن الله تعالى المواقع أو البرامج الثلاثة اللي تحدثنا عنها، برنامج الأصول المعرفية وبرنامج المعرفة المكتسبة وبرنامج المهارات والهوايات، وأيضا الاطلاع على تجارب ناجحة في القطاعات الأخرى الحكومية في الإمارات. والأمر المهم جدا، خطورة تسرب المعلومات أو عدم توفر معلومة في القطاع الصحي، ما هي الخطورة من عدم توفرها بشكل كامل. حول هذه المواضيع إن شاء الله سوف يكون المؤتمر بإذن الله تعالى. ممتاز ممتاز، أتمنى لك التوفيق أستاذ خالد. في نقطة إحنا يمكن ما ناقشناها أو ما غطيناها حاب تختم فيها اللقاء اليوم؟ بالعكس، مثل ما قلنا إحنا المعرفة اليوم هي سلاح، المعرفة هي ريادة، المعرفة هي تميز، فلا بد أن يحرص الكل على أن يكون معرفي، أن يكون عارف بمتطلبات المعرفة، ويعني يدعم هذا المشروع. يعني كون أن الإدارات رشحت هؤلاء لأن يكونوا ممثلين لهم في فريق إدارة المعرفة، معناتهم أن هم مثل ما نقول كوميتد للمعرفة. فلذلك إن شاء الله نأمل إن شاء الله مع منتصف العام القادم إن شاء الله أن يكون كل 25 عضو مدراء معترف بهم للمعرفة من خلال معهد واشنطن للمعرفة بإذن الله تعالى، وهؤلاء سوف يكونون الداعمين الأساسيين للمشاريع المعرفية على مستوى هيئة الصحة في دبي. إن شاء الله نتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله، ونشوفهم فعلا مثل ما ذكرت مدربين معتمدين في مجال إدارة المعرفة. أنا شاكر لك أستاذ خالد الجلاف، مدير المشاريع بمكتب المدير العام ورئيس فريق إدارة المعرفة بهيئة الصحة بدبي. صراحة أثريتنا اليوم بتواجدك معنا باللقاء الشيق هذا، وإن شاء الله نستضيفك مرة أخرى في برامج صحة وسعادة. شاكرا لك تواجدك معنا، ونهارك سعيد. الله يحفظكم. الله يخليك. أعزائي المستمعين، إحنا نطلع فاصل صغير إن شاء الله، ونكمل بعدها فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي. كان في سؤال، وين محمود اليوم؟ محمود إجازة، رح يرجع لنا إن شاء الله الأربعة. في سؤال بعد كان عن موضوع الإنفلونزا، سؤال مهم. سؤال يقول: ما أدري ليش أنا مصاب بالإنفلونزا، كل ما أخذ علاج خلال شهر ما يتحسن وضعي الصحي. مهم جدا الفرق ما بين الإنفلونزا وما بين الحساسية، أحيانا الأعراض مالت الاثنين يتشابهون، ولكن عن طريق أخذ تاريخ مرضي بسيط من قبل الطبيب نقدر نميز هل هي حساسية ولا زكام أو إنفلونزا. طبعا الإنفلونزا ما تتكرر بشكل يعني تتكرر بهالطريقة إن كل شهر أو كل أسبوعين ترجع لك، احتمال كبير تكون حساسية أو زكام عادي، ولكن علاج ما كان مناسب أو علاج كان أو كان خاطئ أو ما كان في علاج كافي، بالتالي تطورت عندكم الأعراض، فنحتاج ناخذ معلومات أكثر بهالخصوص. الحين عندنا فقرة جدا جميلة. طبعا تعرفون كلنا أن هيئة الصحة بدبي أطلقت نظام اللياقة الطبية والصحة المهنية الذكي سالم، اللي يعد نقلة نوعية على مستوى المنطقة، تستهدف تحسين رحلة المتعامل وتقليل وقت الانتظار وتقديم جميع الخدمات في مكان واحد بأفضل الأساليب والنظم الإلكترونية والتقنيات الذكية في هالمجال. نتكلم عن مشروع سالم وأهميته والنتائج الإيجابية اللي حققها وغيرها. معانا في الاستوديو الأستاذة ميساء البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير يا ميساء. صباح النور والسرور، نورتينا اليوم، ونهنيكم طبعا على برنامج سالم مرة أخرى، برنامج ما شاء الله رائع. وإحنا من بدأ بعد قاعد نسمع الفيدباك الجميل من المتعاملين، فتعطينا فكرة عامة شو نظام سالم ومن الفئات اللي يستهدفها. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية طبعا أصبح إلى جميع المستمعين وأشكر لكم حضوري في الاستوديو. مثل ما ذكرنا في اللقاءات السابقة، سالم هي منظومة ذكية لتقديم خدمات الفحص الطبي لغرض الحصول على الإقامة. طبعا إدارات خدمات اللياقة الطبية هي إدارات تختص بفحص جميع الوافدين والمقيمين الغير مواطنين
ضد الأمراض المعدية التي تسبب خطرا على الصحة العامة. في منظومة سالم يعني قمنا بأتمتة جميع الإجراءات الداخلية والإدارية والفنية بغرض تحسين رحلة المتعامل وتقليل زمن أخذ الخدمة ورفع المستوى الأمني في الخدمة. سالم هو نظام يقوم المتعامل بالتسجيل فيه من خلال المكاتب المعتمدة. المكاتب المعتمدة تقوم بسحب البيانات من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، طبعا هو ما في إدخال بيانات، لتتم مطابقة جميع المعلومات بينه وبين الجهات الحكومية الأخرى. يكون في المعلومات أكثر فيها مطابقة وتكون أكثر صحيحة ودقيقة بالنسبة للمتعاملين، وحتى يتسن حق الشهادة الطبية أو النتيجة الطبية أن هي توصل على نفس البيانات والمعلومات وتسهل للمتعامل أخذ النتيجة. طبعا هو سالم منظومة ذكية لأنها تعتمد على سحب البيانات وليس إدخالها. جميع الإجراءات الداخلية من مختبر وأشعة تم ربطها مع بعض، فما في تدخل بشري في اعتماد النتائج أو الشهادات، تتم كلها إلكترونيا. البرامج الداخلية تتواصل ويا بعض إلكترونيا، إذا كانت النتائج كلها سليمة تطلع الشهادة أو النتيجة الطبية مباشرة بدون أي اعتماد بشري. حاليا احنا ما عندنا شهادة ورقية ولكن توصل عن طريق الإيميل، فالمتعامل يكون الاختيار إذا يبي يستخدم الشهادة لأي أغراض أخرى أو لا، ولكن نتيجة الفحص الطبي هي توصل في نظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. ممتاز. كم صار لها النظام منذ إطلاق سالم؟ طبعا المرحلة الأولى أطلقناها في شهر فبراير. طبعا هو طبعا النظام خذ مراحل لين سوينا الرول اوت الكامل. صحيح. الحين هو النظام مطبق على مستوى جميع مراكز اللياقه الطبيه والصحه المهنيه. ممتاز. طبعا اي نظام جديد لما يطلق لازم يكون في ايجابيات وفي سلبيات، في ملاحظات يكون من الجمهور، فشو ابرز الايجابيات اللي انتم لمستوها وشو ممكن نقول الملاحظات اللي كانت من الجمهور اللي استخدموا نظام سالم؟ طبعا هي الملاحظات القديمه كانت استلام نتائج الفحص، لأن كانت استلام نتائج الفحص يعتمد على وجود الموظف على رأس عمله. في السابق كان في عندنا قسم نسميه قسم اعتماد الشهادات اللي هو الأوبريشن روم. هذا القسم كل موظف كان يعتمد تقريبا ما بين 700 إلى 1000 شهادة يوميا. فإذا هذا الموظف غاب، إذا ما كان على رأس عمله لأي ظرف من الظروف، يستوي عندنا تأخير، يستوي في تراكم في الشهادات. صحيح. مراكزنا تستقبل تقريبا يوميا ما بين 5000 إلى 7000 متعامل، فإذا موظف واحد ما كان رأس عمله أو غاب أو يعني سبحان الله استوى له ظرف من الظروف، البروبورشن حق الشهادات اللي عنده لازم تتوزع للموظفين الثانيين. صحيح. بيكون اللود في العمل أكثر. بطبيعة الحال استلام النتيجة بيتأخر، بالإضافة لأنه في السابق لأن كانت البيانات كلها تدخل عن طريق الطباعين وما كنا نسحبها بالكامل دار العمل الإقامة وشؤون الأجانب، فدائما يكون في اختلاف. طبعا هو يعتمد على مستوى مزود الخدمة اللي هو صحيح. الشخص اللي يشتغل في المراكز الخدمية إذا كانت البيانات غير مطابقة بيكون في خلل في إرسال نتيجة الفحص. حاليا في مطابقة 100%، حتى لو البيانات اللي سحبناها يمكن تكون خطأ ولكن بالنسبة لنا تكون هي صحيحة، لأن هي نفس البيانات اللي بنرسلها على نفس البيانات اللي سحبناها. صحيح. تقريبا يعني أكثر الملاحظات السابقة هي زمن أخذ الخدمة. حاليا ما عندنا registration داخلي اللي هو تسجيل. النظام الجديد سويناه عبارة عن باقات، الباقة هي تحدد نوع المتعامل الوظيفة مع نوع الإقامة، وسوينا باقات خدمية شملنا فيها كل الفحوصات الطبية المطلوبة لهاي الباقة بدون ما نعتمد على الموظف في قسم التسجيل انه يقوم يسجل نوع الفحوصات المطلوبة حق هذا الشخص، فتمت الأتمتة بالكامل. وهالخطوة طبعا بعد عني لغيناها. ممتاز. بالإضافة إلى أنه قبل كان الموظف لازم يدخل أكثر من نظام يشوف النتائج ويطابقها ويعتمدها، حاليا النتائج كلها تتم مطابقتها وقراءتها إلكترونيا. ممتاز. نظام سالم الحين صار تقريبا يمكن 6 أو 7 شهور طبعا هو شغال تقريبا، فإحنا مثل ما قلتي تلمسين أنه في أتمتة أفضل للخدمات، طبعا في توفير خدمة بشكل أسرع.
شو بيكون في تطوير على نظام سالم؟ يعني انتم تشوفوا نظام سالم الان كل نظام طبعا بعد ما يرى النور مثل ما يقولون يبدون متعاملين يستعملونه تحسينه ممكن يضاف له اضافات عشان يسوي بعد افضل، فشو التطوير اللي ممكن يدخل بعدين على نظام سالم؟ نحن حاليا في المرحله الاولى، يعني هي المرحله اللي هي نسميها المرحله التنفيذيه الاولى للنظام. نتامل ان شاء الله في المستقبل يكون في توحيد لجميع الخدمات الحكوميه المرتبطه في نفس الاجراء. يعني مثلا خدمة الفحص الطبي هي تعتبر الخدمة الرئيسية حاليا على مستوى الدولة، لأن تعتمد نتيجة الفحص الطبي يعتمد عليها باقي الإجراءات الحكومية. يعني مثلا هذا الوافد حاب أنه هي دولة الإمارات يستثمر يجيب العائلة يعيش يستقر يمر في إجراءات الفحص الطبي، فالشهادة هي اللي تحدد هذا الشخص هل ممكن أنه يستمر في هاي الدولة أو لا. طبعا بموجب نتيجة الفحص. فهي تعتبر أول خدمة حكومية تقدم لغير المواطنين على مستوى الدولة. وشهادة اللياقة الطبية من هيئة الصحة طبعا هي شهادة معتمدة في جميع إدارات العام الإقامة وشؤون الجامعة على مستوى الدولة. حاليا نحن معتمدين على سحب البيانات، تسجيل المتعامل نفسه عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة، ولكن نحن في المستقبل نبغى نوحد الإجراءات ما بين الجهات الحكومية المرتبطة في هاي الخدمة، وحتى لو في جهات حكومية أخرى تشوف أن هي من المفترض أن هي تربط ويا هيئة الصحة للوصول إلى نتائج الفحص لاستكمال إجراءات عندهم هم بالنسبة حق المتعاملين. طبعا فنحن نرحب بهاي الفكرة. في المستقبل نحن نتأمل أن المتعامل ما يعدنا يقدم حق الـ 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 الخدمة، الخدمة. ولكن نحن نتأمل في المستقبل نرسل له رابط أنه يقدم على الخدمة عن طريق الرابط بوقت نعم أو لا، وطبعا يكون في قنوات دفع ذكية لأن بيانات المتعامل بتكون أصلا موجودة عندنا. صحيح. سواء من البيانات اللي تم سحبها سابقا وهو في حالة التجديد، أو البيانات اللي بنسحبها أو بنربطها عن طريق الإدارات اللي هي معنية في هذا الإجراء. صحيح. في حد يسأل يقول من ضمن باقات اللي عندكم باقة الفي آي بي، فشو هي هالباقة وشو تفرق عن الباقة العادية؟ باقة الفي آي بي اللي هي باقة الأربع ساعات. طبعا احنا عندنا عدة باقات، في عندنا الباقة العادية اللي هي خمس أيام عمل وفي 24 ساعة وثمان 48 ساعة، وفي عندنا باقة الأربع ساعات اللي هي تعتبر الفي آي بي. هي طبعا هي الباقة يعني كخدمة نفس الباقات الأخرى، ولكن هي سرعة أخذ النتيجة هي خلال أربع ساعات بموجب دفع زيادة غير عن الباقات العادية. صحيح. وأن طبعا المتعامل بيكون مستعد عليها فبتوصل خلال أربع ساعات من أخذ عينة الدم. ممتاز. هني حد يقولنا محمود أهلي عن طريق نور دبي يقول برنامج سالم نقلة نوعية في تقديم الخدمة، وفعلا نقلة نوعية في تقديم الخدمة. يعني الخدمات اللي قدمها نظام سالم نفسه مثل ما قالت ميسة طبعا شيء جميل، وأهم شيء إنه ممكن يقول يختصر رحلة المتعامل ويوفر الخدمة أسرع ويوفر وقته. والتطوير إن شاء الله ناوي يدخلون بعدين على سالم في المستقبل إن شاء الله بعد رح يوفر وقت وجهد أكثر على المتعامل. إنزين ميسة خبرينا، نتكلم حين عن مراكز خدمات اللياقة الطبية، شو الخدمات اللي يقدمونها ومن الفئة المعنية بخدمات اللياقة الطبية بشكل عام؟ طبعا كل فئات المجتمع وكل شرائح المجتمع اللي هم حابين يحصلون على نتيجة الفحص الطبي لغرض الحصول على الإقامة. في عندنا مراكز توفر جميع الخدمات مثل مركز محيصنا يستقبل جميع الفئات ويعمل لمدة 24 ساعة في اليوم معاد يوم الجمعة. الخدمات كلها متكاملة وموجودة في هذا المركز، ولكن نحن بعد لخصوصية بعض أفراد المجتمع في عندنا مراكز مثل مركز الراشدية يستقبل العوائل، عندنا مركز الكرامة يستقبل فقط فئات الخدمات العاجلة، عندنا مركز الجوز في الخدمات العاجلة هو قسم خاص بخدمات الإكسبرس، وفي عندنا طبعا المراكز اللي هي خاصة بمناطق الحرة فقط لعملاء المناطق الحرة، والمراكز اللي هي موجودة مثل المناطق الحرة وبعض الشركات مثل شركة طيران الإمارات الضخمة طبعا عندها مركز خاص فيها. بالإضافة أن نحن حاليا شغالين على مشروع على مستوى إمارة دبي، بيكون هذا المشروع في منطقة ورسان إن شاء الله نتمنى أنه يكون جاهز في 2021، وهذا المشروع بيكون مشروع شامل كل الخدمات بتكون موجودة فيه بالإضافة إلى العزل الصحي والمختبرات الرئيسية، وبيكون في بعد قسم اللي خدمات الصحة المهنية بالإضافة إلى مركز أبتاون وجي إل تي اللي افتتحناه مؤخرا. طبعا يقدم خدمات اللياقة الطبية بالكامل بالإضافة إلى خدمات الصحة المهنية.
ممتاز. في سؤال وصلنا عن طريق الرسائل النصية، بس أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي. طبعا عندنا في الاستوديو اليوم ميساء البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية، نتكلم عن مشروع سالم وعن خدمات اللياقة الطبية بشكل عام. في سؤال وصلنا عن طريق الرسائل النصية يقول: هل تقبل نتيجة الفحص أبوظبي أو الإمارات الأخرى يكون نتيجة الفحص صادرة من مراكز سالم؟ طبعا تقبلها. تقبلها يعني يعطونا شهادة الفحص وتقبل في جميع إمارات الدولة. ممتاز. في نقطة احنا يمكن ما غطيناها عن برنامج سالم، حابة يعني نبيل فيها المتعاملين مع برنامج سالم. والله برنامج سالم حاليا متاح في مراكز الخدمة المعتمدة والشركات الكبرى والشركات الصغيرة اللي هي أكثر من 50 متعامل. النظام سهل استخدام جدا، يعتمد فقط على سحب البيانات وتحديث رقم الهواتف والبريد الإلكتروني. طبعا أرد وأقول أن النظام فيه مستوى أمني عالي جدا. نتائج الفحص كلها إلكترونية توصل إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. ونحن في النهاية طبعا البرنامج بالكامل سويناه للمتعاملين، وبالإضافة إلى تحسين رحلة المتعامل ويكون الإكسبيرينس يوم يأخذ الخدمة تكون يعني سعادة فيها. صحيح. في حد يسأل يقول: أنا قدمت على خدمة الفي آي بي بس ما كانت نتيجة جاهزة أتوقع خلال 4 ساعات، أو ما استلمت خلال 4 ساعات، فشو الإجراء في الحالة المفروض يسويها؟ يتواصل ويانا. خلي يتواصل ويانا. نرسم أرقام التواصل ميسة. 800 DHA. على 800 DHA وتم تحويلهم على مراكز. على طول. على مراكز اللياقة الطبية. في دائما أسئلة تيلا بمحل دائما موجودين في العيادات، اللياقة الطبية الخاصة مثلا بالنوادي أو مثلا في المدارس يطلبون لياقة طبية معينة عشان السفر مثلا أو اشتراك بالنادي أو سباحة أو كاراتيه، فالمراكز اللياقة الطبية توفر هالنوع من الشهادات؟ كل هالشهادات نحن نصدرها في مركز أبتون مرزف ومركز أبراج بحيرات جميرة، اللي هي مراكز الصحة المهنية للوظائف التخصصية وخدمات ما قبل التوظيف، بالإضافة إلى التراخيص رخص القيادة. وكل الشهادات الطبية اللي هي الأغراض يعني يكون عنده حاجة فيها المتعامل وغير عن الإقامة. ممتاز. كل هالخدمات موجودة عندنا. فموجودة الخدمات فيتم تحويلهم على خدمات أبطال مردف وبحيرات جميرة. ممتاز. في نقطة يمكن ما طرقنا لها أو في نقطة حابة أن أنت تناقشينها عن خدمات اللياقة الطبية أو معلومة أو خبر يمكن له علاقة باللياقة الطبية حابة تخبرين فيه المستمعين، أو رسالة كلمة أخيرة حابة تشاركين فيها ميسا؟ طبعا نحن نرحب دائما بملاحظات المتعاملين، لأن عن طريق الملاحظات نحن نطور في النظام. يتم تطوير النظام عن طريق ملاحظات المتعاملين وناخذها بعين الاعتبار، وممكن هم يقدمون ملاحظاتهم أو حتى إذا كان عندهم مثلا شكوى أو شيء عن طريق نظام الشكاوى والمقترحات التابع لحكومة دبي. ممتاز. احنا شاكرين لك تواجدك معنا اليوم ميسى البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي. نبارك لكم مرة ثانية مشروع سالم. هو موضوع طبعا مشروع مثل ما قالوا مستمعينا وإحنا كنا نقول إنه ثورة في مجال تقديم خدمات اللياقة الطبية. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ومن نجاح إلى النجاح، وإنه يكون في كل التطويرات والحبيب تقدمون في نظام سالم أو في خدمات اللياقة الطبية ترى النور، لأنه ما شاء الله قطاع اللياقة الطبية يمكن وايد ناس ما تعرف إنه قطاع ضخم ويخدم شريحة مثل ما ذكرتي كل فئات المجتمع اصلا مشمولين ضمن اللياقه الطبيه. فان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق ونورتينا في الاستوديو ميسا. شكرا. زين احنا اليوم عندنا مكالمه. اوكي بناخذ مكالمه مستمع محمد. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. هلا يا محمد. تحياتي للدكتور انادا والدكتور محمود والقائمين على البرنامج. شكرا لك. تفضل. الله يخليك. حضرتك بخصوص نظام سالم الجديد، احنا كشركه قدمنا على اليوزر نيم والباسورد، يمكن دي مرتين سابقتين. الموضوع بيطول في الرد على يعني حتى الان لم نستلم اليوزر نيم او الباسورد، واضطريت برضو برا ان مكتب طباعه يقدم لي عليها نفس الشيء. فلغايه وقتنا هذا لم يتم استلام اليوزر نيم والباسورد. هل بياخد وقت طويل في موضوع التسجيل واستلام اليوزر نيم والباسورد ولا ده الطبيعي؟ متى قدمتوا عليه؟
حضرتك أنا يمكن أكثر من 10 أيام آخر مرة مع مكتب طباعة، وقبلها قدمت من مكتب الشركة مرتين، ويمكن طول يعني الموضوع مش عارف. نخلي إن شاء الله ميسة تجاوب عليك. ميسة عندك أي سؤال لمحمد مسكر؟ بالنسبة حق الشركة، كم عدد الموظفين اللي عندك في الشركة؟ ممكن أتأكد حوالي 370. نعم. ممكن تتفضل عندنا في الإدارة في أبتاون، إحنا بنشوف شو موضوعك، لأنه كان في تحديث على البرنامج، يمكن عشان هذا كان سبب التأخير، لأنه كان في تحديث في البرنامج، بس تفضل عندنا في أبتاون، إحنا بنشوف شو موضوعك. مش في هيئه الصحه ولا فرع مستشفى راشد، ده ملوش علاقه صح؟ لا، انت تتفضل عندنا في مكاتبنا في ابتاون مردف، واحنا بنشوف موضوعك. تسلم حبيبي، شكرا جزيلا. شكرا لك اخوي محمد. بس تذكرين بساعات العمل في مركز ابتاون مردف؟ من الساعه 7:30 للساعه 2:30 بعد الظهر. بعد الظهر من الاحد الى الخميس. فاخوي محمد توجه ان شاء الله لمكتب الاداره اللياقه الصحيه في أبتاون مردف، وإن شاء الله ما يصفالك إلا طيب إن شاء الله ويحلوا لك المشكلة هذه. عندنا مكالمة ثانية ميرا ولا خلاص؟ أوكي. فوصلنا الحين لختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة، شاكرا للمخرج معاني ناصر السلمي، شكرا لك، يعطيك ألف عافية ناصر. وميرا الغفلي شاكرا لك، يعطيك ألف عافية أم خليفة. كانت حلقة اليوم جميلة وثرية بضيوفنا وبالمواضيع وبتفاعلكم معنا المستمعين والمشاهدين، فإن شاء الله إلى نلقاكم بالغد. هذه تحياتي دكتورة ندى الملا، ولأن ألقاكم غدا إن شاء الله أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.